نوم كانت عسل. شوف بابا عندنا 3 types of elevators used for extraction. وعندنا واحد منهم اسمه تشيزل. هو يشبه straight elevator. شلون نميز بين تشيزل وبين straight elevator؟ التشيزل هاف تو تيبس، هاي تيب وهاي تيب. هذا ايضا تشيزل، هذا تيب وهذا تيب. هذا without any tip. بالنسبه للستريت اليفيتر هو عدل، وشوفه ستريت باشكال مختلفه من البيك مالته. هذا المكان ممكن يكون مسطح، ممكن يكون مقوس، ممكن القوس الداخل، ممكن القوس الخارج، ممكن يكون عريض، ممكن يكون قصيف، لكن هو ستريت. هو اليفيتر ما بيتبات، فهو ستريت اليفيتر بغض النظر عن الشركه المنتجه او الشكل مالته. تمام بابا؟ زين. هذا التشيزل ايضا ممكن تشوف البيك مالته عريضه، ممكن تشوفها قصيفه، بس ما دام بين بالتين ودام عدل شنو اسمه؟ اسمه تشيزل. هذول يستخدمون for extraction of all the teeth. For extraction of all the teeth. تمام؟ نضيف ايضا استخدامات للاليفيتر separation of periodontal ligament. Separation of periodontal ligament. Widening of a socket. Widening of a socket. Mobility of a tooth. التشيزل نفس هاي الامور ايضا. ونضيف له ريموفال اوف ا بون. ريموفال اوف ا بون. نجي على تو اذر تايبس اوف اليفيترز. عندنا واحد بي تراينجل، بي مثلث وبي جهتين تستخدم. هذا يسموه كراير اليفيتر وليس كارير. كراير اليفيتر وليس كارير. تمام؟ مو كراير يبكي. لا كراير غير شكل تنكتب. تمام؟ عافيه. زين. اكو عندنا هذا ماخذ تحيه، صورني انا هم. هذا ماخذ تحيه، شوفوا شلون ماخذ تحيه. هذا انت عم تاخذ له تحيه، ليش؟ لان يسموه ابيكسو اليفيتر. من اسمه ابيكسو يوزد فور ابيكال ثيرد اوف اروت. يعني من ينكسر السن وتوصل الشغله بيها شدات صارت وتحتاج واحد ابو شدات يوقف لك، هذا يوقف لك، ما يوقف لك غيره. تمام؟ شو اسمه هذا؟ ابيكسو اليفيتر. يوزد تو اكستراكت ذا ابيكال ثيرد اوف اروت حصرا. مينلي ذا كراير اليفيتر يوزد تو اكستراكشن اوف لور مولارز روتس. لور مولارز روتس. قلت مينلي ما قلت ديفينتلي. تمام؟ نجي على two other types of elevator used in surgery, not an extraction. This type named mucoperiosteal elevator. يصير شكله بهذا الشكل، رأس مدبب ورأس أعرض من عنده. هذا used to elevate the flap. To elevate what? The flap. To elevate the flap. What I mean by a flap, I mean a window in the gum, a reflection of a gum. هذا بي ديزاينات بعدين ناخذه. ورا ما انا قرفت للفلاب بهذا الاليفيتر احتاج في شيء الزمن الفلاب حتى اشتغل براحتي. يسموه ميوكو بريوستر ريتراكتر ويصير ال شيب. هذا حرف L فميوكو بريوستيال ريتراكتر. هذا ال صار حتى يتشلب ويسحب. used for retraction not for elevation. ف it's not named elevator. ريتراكتر. تمام؟ اتفقنا؟ اكو عندنا نفس هذا فهو على نفسه بس بي مبرد. بي مبرد. It's named a bone file. Named a bone file. مثل فايل مروت ودي يعني هذا. Used for bone filing. I mean by filing smoothening. يعني نعمل أحسنت. يعني أنعم به العظم. مبرد. أبرد العظم. تمام؟ تمام. هذا مبرد
اسمه بون فايل يوزد فور بون فايلينج اور بون سموثنينج. تمام. افتر وات؟ افتر اكستراكشن اور بون ريموفال. تمام. هنا عندنا مشكلة؟ ما عندنا مشكلة. الأمور تمام. شوفوا هذا هم ستريت إليفيتر وهذا كان ستريت إليفيتر. ضاع الفرق بيناتهم. هذا ناعم. هذا أعرض منه. هذا مسطح. هذا مقوس. بس ما بيتب. هذا ما بيتب. ستريت إليفيتر ستريت إليفيتر. ممكن أجيب لك بهذا الحجم يكون ستريت إليفيتر. شوف جد ناعم هذا. جد ناعم هذا العم من هذا بعد. فأنا شو أجيب لك؟ مدام هو ستريت ومدام هو ما بيتبات هو ستريت إليفيتر. تمام بابا؟ تمام. انتهي من الكلام؟ اقطع الفيديو.